بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتعلم باسم بريء سوشيال في الفيديو ده ازاي نسجل باستخدام ايميل الجامعة على منصة كينفا الخاصة بالتصميم. طبعا لما بنسجل بايميل اخره اي دي يو او ايميل جامعي او ايميل تعليمي بشكل عام، يعني ده بيديني فيتشرز كتيره وبيفتح لي تمبلتس وإلمنتس وعناصر في التصميم مختلفه عن التسجيل باي ايميل اللي هو التجاري او العادي زي جوجل او غيره من الامور دي. طيب ايه المطلوب كده بمنتهى البساطه؟ المطلوب رقم واحد اننا نكون موجودين على اللينك ده، واللينك ده راح يكون موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو او هنبعته على المجموعات تبع حضراتكم او غيره. لازم تكون موجود في كينفا فور ايديوكيشن، يعني ما ينفعش تكون موجود في كينفا عادي، يعني لازم تكون موجود في البورتال دي، يعني لازم البوابة دي تكون هي اللي فاتحة قدامك. فانا مش بعمل ساين اب بشكل عادي في اللينك، مش بعمل ساين اب وبقف، لا، في فرق، لاني لازم اكون موجود في كينفا فور ايديوكيشن في ريجستريشن تبعي. دي خطوة مهمة. وعموما الناس اللي سجلت بايميل الجامعه باستخدام بوابه كينفا العاديه ليها حلول، لكن مش راح نتطرق ليها في الفيديو ده. الفيديو ده بنستهدف ليه الناس اللي لسه ما سجلتش خالص على منصه كينفا باستخدام الايميل الجامعي تبعها. طيب ده رقم واحد. مطلوب بقى رقم اتنين قبل الريجستريشن باستخدام ايميلك الجامعي انك تكون فاتح اوريدي الايميل بتاعك، يعني الايميل بتاعك تكون اوريدي فاتحه، وبتفتح الايميل بتاعك بانك تروح على اوفيس 365 وتعمل لوجن، يعني بتدخل على الموقع بتاع اوفيس 365، ده الداشبورد بتاعتك او ده اللوجن بيج بتاعتي على اوفيس 365، ومن على البار على الشمال ده بختار اوتلوك اللي هو السيرفر بتاع او الخدمه بتاعت مايكروسوفت اللي بتخليني اكسس على الايميل بتاعي. تمام كده انا كده اوريدي فاتح الانبوكس بتاع الايميل بتاعي. يبقى مطلوب رقم واحد انك تدخل بالايميل والباسورد اللي اوريدي بيكونوا موجودين معاك على اوفيس 365، ومن على البار على الشمال تختار اوتلوك. بعد ما تدخل على اوتلوك هيفتح لك الداشبورد زي اللي موجوده قدامي ديت. رقم اثنين تروح ضاغط على اللينك ده اللي بتاع البورتال بتاع كينفا فور اديوكيشن، ومنه هتبدا تنشن على كونتينيو ويز ايميل. تضغط على كلمه كونتينيو ويز ايميل دي تبدا تكتب الايميل بتاعك. يعني انا هرجع مره ثانيه كده، هضغط على اللينك ده الايميل مثلا بتاعي، بامكاني ان انا اعمل له سيلكت بس ما في مشكله، ممكن اكتبه كتابه، خليني اكتبه كتابه. خلينا طيب نتاكد ان هو صحيح او لا. تمام الايميل صحيح. هضغط انا على كلمة continue، ومجرد مني اضغط على continue هو عندي انا، لاني انا اوريدي مسجل على الايميل ده، فبيقول لي من فضلك اكتب الباسورد بتاعك. لكن عند حضرتك هيحصل امر مختلف شوية. الامر اللي هيحصل خلينا نقول ان هو المفروض انه هيبعت لك كود على الايميل بتاعك، يعني خلينا نبدل القصة ديت واني هضغط على كلمة login with code instead. دلوقتي حالا خليني ارجع على الايميل بتاعي، فالمفروض ان هو ابدا اعمل ريفرش. ايوه تمام، من غير ريفرش اهو بدا يبعت لي كود معين، ادي الكود اهو، هضغط عليه ضغطه وهبدا اخده كوبي كنترول سي، وارجع مره ثانيه على كينفا واعمل كنترول في. اوتوماتيك هو هيبدا يعمل فينش لللوجن، وانا حاليا ببقى موجود في او قليت او حولت حسابي من الحساب العادي للإديوكيشن سيرفيس او للحساب التعليمي، وده بيفتح لي بقى كميه من الجوالب ومن عناصر التصميم والتمبلتس، يعني بيفتح لي كميه كبيره كده من ملحقات وعناصر التصميم، وده بيكون امر مطلوب. ده كده باختصار الحدوته بتاعت انشاء حساب على كينفا باستخدام LMS او نظام اداره باستخدام كينفا باستخدام ايميل الجامعي. شكرا لحضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.